السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. واحد من الأفلام الوثائقية اللي اشتهرت جدا ما بعد طوفان الأقصى هو فيلم الطنطورة، واللي بيحكي عن نبحة الطنطورة الأنبياء الصهاينة بعد إعلان دولة الكيان الصهيوني. الفيلم أهميته مش بس في الأحداث اللي بيحكيها، كمان إن هو من إنتاج جهة رسمية صهيونية. الفيلم أحداثه كاشفة لأفكار كتير جدا، ولكن كان واحد من الأسئلة المهمة اللي كلنا قعدنا نسأل نفسنا بيها، هم إزاي بيضحكوا كده وهم بيحكوا على مجازر ارتكبوها؟ هم إزاي قتلوا أطفال وشيوخ واغتصبوا نساء وفرحانين وبيضحكوا بالطريقة دي وهم بيحكوا القصة؟ أي نوع من البشر ده؟ يمكن أحداث طوفان الأقصى أكدت لنا برضو إن ده شيء عادي بالنسبة لهم، وأكدت برضو على السؤال اللي إحنا بنسأل نفسنا بيه، هم إزاي كده؟ اللي شفناه في الطنطورة واللي شايفينه في غزة خارج من نفس صفيحة الزبالة، واللي بتتكلم فيه المعارضة الصهيونية النهاردة إن عقيدة الحكومة الصهيونية المتطرفة اللي موجودة دلوقتي تشبه عقيدة عصابة من العصابات الصهيونية القديمة، والعصابة دي اعتبرها الكيان الصهيوني نفسه والبريطانيين عصابة متطرفة. The current government behaves as if it's a stern gang still fighting. صديقي حسام سرحان عامل فيلم بيجاوب فيه على السؤال ده، فيلم اسمه شتار، وبعيدا عن انه يعني بما انه صديقي حسام هو اللي عامله فيعني ده اعظم فيلم اتعمل في الدنيا واحلى حاجه ممكن تكون اتعملت في التاريخ، ويعني هو صاحب ليه عند صاحبه ايه، بس حقيقي الفيلم جاوب على السؤال ده وجاوب على اسئله تانية كتير واكد افكار كتير كنا قاعدين بنتكلم عنها من مده طويله جدا. ان ازاي عصابه متطرفه افرادها بيكرموا دلوقتي من حكومه الكيان الصهيوني على جرائم اللي ارتكبوها من وقتها؟ That I have received to the minister from the Ministry of Defense of Israel for my father for taking part in the war. المجموعة دي كانت بتحارب ضد العرب وضد عصابات الأرجون المتطرفة برضو بحزبة الإنجليز وضد الهجنة اللي هي واحدة من العصابات الأم للكيان الصهيوني، وبتحارب ضد يهود عاديين في الشارع وبتحارب ضد الإنجليز. تيجي منين عقيدة تحط كل خلق الله دي في عداء ضدها؟ إيه الفكرة اللي تسيطر على دماغ ناس تخليهم يحطوا العالم كله في كفة وهم في كفة للدرجة اللي تخليهم بيواجهوا الناس دي وبيقتلوهم بالفعل؟ الفيلم بيحكي عن تسلسل الأحداث اللي خلى العصابة دي تستبيح دم كل الناس اللي حواليها، وبيحكي عن بداية تقسيم عصابات الكيان الصهيوني ما بين الكيان الأم اللي كان اسمه الهجنة واللي انفصل عنه الأراجون مع بدايات خناقات الصهاينة مع الإنجليز ونشأة نظرية المؤامرة عند الإنجليز بأن اليهود هم قص البلا في العالم كله، وأن اليهود هم اللي حركوا البلاشفة في روسيا باعتبار أن قيادات الثورة البلشفية كلهم كانوا يهود، واليهود هم اللي حركوا الدولة العثمانية باعتبار مؤامرة أن الاتحاد والتلقي كانوا أغلبهم من يهود الدونما، فابتدى يبقى فيه خشونة في العلاقات ما بين الإنجليز وما بين اليهود. في الوقت ده نشأت عصابة الأراجون اللي ابتدت تحارب ضد الإنجليز زي ما كانت بتحارب ضد العرب، وشوية وجات الحرب العالمية التانية وقررت الأرجون انها تهادن الانجليز فانفصلت عنها عصابة شتيرن اللي بنحكي عليها دي. وبالحكاية اللي حكاها الفيلم بالتفصيل قضى على نظرية المؤامرة المتكاملة اللي في عقول اغلب العرب للأسف، ان الانجليز تحالفوا مع اليهود ودوهم البلد خلصة مخلصة، ويمكن تعرضنا للموضوع ده في سلسلة سلام ما بعد سلام للناس اللي اتفرجت عليها. وبيحكي الفيلم عن تصور الجماعة دول عن الفلسطينيين اللي هم المفروض ان هم اصحاب الارض، وبيحكي عن الهلوسة اللي ربطت بيها العصابة دي نفسها بحركات اللي في العالم مش ان هم جايين محتلين، وبيتصرفوا بالتصرفات دي عن عقيده، هم فعلا مصدقين ده مش بيضحكوا على نفسهم، بيربطوا نفسهم بحركات التحرر في جنوب افريقيا لاعتقادهم ان الفلسطينيين هم اللي استولوا على الارض. He saw himself as a real anti-imperialist person. So he likened himself to the anti-imperialist movements in Africa and India. The most bizarre thing is not how he saw the British. Okay, the British were an empire. But how he saw the Palestinians as part of the British Empire, which was totally distortion of history, of the reality. But that was his world. وتفاصيل عن مراسلات ما بين شتيرن وهتلر وشتيرن والفاشية في إيطاليا وتشجيع الفاشية في إيطاليا إنها تطرد اليهود من إيطاليا ولو باستخدام القوة علشان يجيبوهم على فلسطين ويحتلوا الأرض. The most interesting parts of the agreement was that it required the Italian fascists to use their military power to dissolve what they refer to as the Jewish diaspora, meaning that Stern wanted the fascist military to forcibly remove Jews who were not in Palestine and make them go to Palestine. مرحلة أسطورية من الغاية تبرر الوسيلة. وحاجة تانية لما تعرف ان هم دول أبطال الكيان الصهيوني بالعقلية دي وبالمبادئ دي تحمد ربنا والله على ان احنا عرب، تشوف دول بصفاتهم دي وأفعالهم دي الموثقة واللي الصهاينة نفسهم بيعترفوا بيها وشايفين دي أفعال بطولية، وتبص على أبطالنا احنا والصفات النبيلة اللي بنصفهم بيها سواء كانت حقيقية أو لا، فتحمد ربنا على نعمة العرب وتفهم قد ايه برغم كل العيوب اللي فينا إلا اننا شعوب صاحبة مبادئ. ولقطة مميزة قوي في نهاية عصابة شتيرن دي وهي انها اتفتتت كعصابة منفصلة واصبحت جزء من الدوله، دوله كيان واقفه دلوقتي بتحرك الدول العظمى زي اللي
اللعب في ايديها. وساعتها شترن اللي كان متطرف وبيعامل كانه ارهابي والعصابات الصهيونيه ساعدت الانجليز في قتله يتكرم ويبقى واحد من ابطال الدوله. واسحاق شامير اللي قتل برنادات مبعوث الامم المتحده اللي انقذ الالاف من اليهود من الهولوكوست، شامير قتل القتله ده بقى واحد من الابطال التاريخيين للكيان. ومنحم بيجن اللي كان متصنف كمجرم وكان قائد حمله التطهير من الانجليز واحد كبار الارهابيين بقى بطل من ابطال الكيان. وكل دول اندمجوا في الدوله وقادوها فعليا ما بين رؤساء ورؤساء وزراء. ومش بالضروره تستمر اللخي او شتيرن ولا تستمر الاراجون ولا تستمر الهجنة، كل دي وسائل والمهم في الاخر ان الهدف يتحقق. الفيلم مليان تفاصيل كتير جدا وقصص كتير كاشفه لافكار كتير كانت في بالنا. ادعو حضراتكم الفرجه عليه، هيظهر الرابط بتاعه فوق دلوقتي وموجود الرابط في وصف الفيديو. ان شاء الله هسجل حلقه سريعه كده مع صديقي حسام سرحان عن الفيلم، فاللي حابب ان شاء الله وعنده اسئله عن الفيلم يقدر يكتبها في التعليقات وهتناقش فيها ان شاء الله مع حسام. شكرا جزيلا لحضراتكم المتابعه، اشوفكم قريبا ان شاء الله. سلام.